السلام عليكم. هواتف سامسونج فئه A2022، القائمه تتوسع بطرازات جديده تناسب جميع نطاقات الاسعار. تعرف على تفاصيل هامه حول هواتف سامسونج فئه A2022. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء اتمنى منكم دعم القناه بقوه بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. أفاد تقرير سابق مسرب باعتماد مجموعة من سلسلة هواتف سامسونج فئة A2022 أو كما تعرف باسم الجالكسي A2022 من قبل الـ FSA في روسيا. والآن يبدو أن القائمة توسعت لتشمل ما لا يقل عن 5 طرازات تغطي جميع نطاقات الأسعار. هواتف سامسونج فئة A2022، فمثلا سيكون ضمن سامسونج فئة A2022 كل من هاتف سامسونج جالكسي A23 وهاتف سامسونج جالكسي A33 وجالكسي أو سامسونج جالكسي A53 الذي تكلمت عليه البارحة، جنبا إلى جنب مع شقيقه الأكبر سامسونج جالكسي A73. وبالفعل تم تحديد الهواتف بواسطة أرقام النماذج DSSM A53-6B والDSSM A33-6B والDSSM A23-5F والSM A19-5F والSM A73-6B. وأيضا كما شاهدتم أعزائي الكرام، يعني جميع النماذج هنا أمامكم في القائمة. وهاتف سامسونج جالكسي A13 متاح بالفعل في بعض الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن يتم بيع بقية سلسلة هواتف سامسونج جالكسي فئة A2022 قريبا، وربما بعد إطلاق سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 الرئيسية الرائدة الأسبوع المقبل. حاليا ليس هناك أي كلمة من سامسونج بشأن موعد كشف النقاب عن سامسونج جالكسي A53 وسامسونج جالكسي A73، ولكن من المؤكد إطلاق كلا الهاتفين في نفس ذلك اليوم. ولكن كنقطة مرجعية، تم إطلاق سلسلة هواتف سامسونج فئة A2021 على مستوى العالم في مارس العام الماضي 2021. ما رأيكم بهواتف سامسونج فئة A2022، الهواتف التي أصبحت الآن أيضا مشاركة ضمن السلسلة؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.